شنو كيمثل بالنسبه لك الكتاب؟ الكتاب تيمثل لي العلم، تيمثل لي العلم، تيمثل الثقافه، وتيمثل لي العلم النور. الكتاب بالنسبه لي واحد الحاجه اللي ضروريه في حياه الانسان في العصر ديالنا الحالي، ضروري الكتاب. فهمتي؟ هو تقدر تعتبرو بحال شي صديق ولا الانس ديالك. الكتاب لا مبقيتي كتقرا الكتاب كتحس براسك متثقف، تقدر تعرف حضارات اخرين، ثقافات اخرين، كتولي مكتشف على العالم. اصبح من الامور اللي ميمكنش الانسان يستغنى عنها في الحياه ديالو، كيقدم بزاف ديال المعلومات بالنسبه للانسان من ناحيه الثقافه ولا العادات ولا التقاليد ولا حتى الشعوب ولا الاعراف، بزاف كيبشر الكتاب بالنسبه للانسان. هو هاد المعرفه دائما كنتعامل فيها بزاف منها، حاليا دابا بعد الانترنت والطور ديال الانترنت ما بقاش شي من المكتوبه بزاف ولا الانترنت. هادشي تما كتبها بزاف ولا هاكا، كتبها على الانترنت غير تما، كاع يقدر يتيليشارجي كتاب من تما كاع من الفيسبوك ولا شي بلاصة أخرى تيليشارجي ويقرا تما. يعني كتعتبر بأن الانترنت هي عندها دور أن خلات القراءة بلوتو الكتاب في المغرب مابقاش عنده أهمية. مابقاش يتسالى أصلا، كاع إلا كان تيليشارجي كيقيس فارق ديالو كاع بقى حل. ألوغ الكتاب بالنسبة للمغاربة، بالنسبة للمغاربة تيمثل واحد 5% على أساس أنه صديق ليه، على أساس كاين واحد 5% قليل ديال المغاربة اللي عندهم كتاب على أساس أنه صديق ديالهم، لو غيست ما الله أعلم. الكتاب هو اللي كتستافد منه، شنو هي كتستافد منه؟ معلومات عبارة عن مجموعة معلومات، مجموعة كتقراهم دائما زعما ضروري الوقت كتستافد منه. تقدر اللي ما لقيتيش بحال زعما كاين الحاسوب ولا شي حاجه بحال هكا تقدر تحفظ الكتاب. يعني الكتاب يقدر يعطيك معلومات اللي ما يعطيهمش ديك الحاسوب. يقدر يعطيك معلومات و ابار يبقى عندك ديك المعلومات.